الصباح خرج من الخدمة، خرج الخدمة بحال هكا في خصخيم شي يخدم ونوض سير تخدم، ناض خرج رجع لعندي دق عليا قال لي راه ما عرفتش نروح تطبف في النق هنايا. قلت له شنو؟ قال لي راه واحد خنشاوي شي كلب ولد داكشي ما عرف شنو هو. شنو حيدنا الحجر من فوق منا تنقلبو وطلع الريحة مجهدة، طلعت واحد الريحة مجهدة، نزار معقود داكشي طونديل عقود مجموعة في زارية مقسومة على نص فهمتي، ودايرين شي فوكشي وعاقدينهم طونديل بزاف. ما سمعت ما شفتش، حيدنا ذوك الحجر من فوق منا جبنا الموس يلا حلينا من الليزر بحال هكا هو يطلع الشعر. قلت له هدا غادي يجيو التهاميد هنايا، يا هذيك عيطنا على المخزن جاو لهنايا داروا الاجراءات ديالهم صافي. هادشي اللي كاين اخي. شو ما كان الساكن اللي جاكم هاد الخبر؟ هذا كيما سمعت يا اخي الخبر هذا راه خبر خايب، هذا راه شتي تيألم هاد الحساب هذا. بطانه ميته صافي سيمانه وهي ميته ولا ما عرف شحال، كون كانت مذبوحه ولا كنت ميته خالي لا ما غيدو ما منطقاش مدوده هكا والدود طالع منا، شي الدود طالع منا الريحة مجهدة. الناس اللي كيديروا هادشي راه ان نورمال اخي دايرين، راه ان نورمال هذا سمع بنادم كاع واعيد الوعيد ويجي يدير الفضيحة هادي، شد بنادم تقسموا على نص وتعقدوا في زار امبوسيبل اخي. وخاي فقنا الصباح على واحد الفاجعة اللي تسمى فاجعة سالة اليوم، اكتشفنا ان الجود تا ملي كيطلع من ليا كيولي السلام يعني في طور التحلل. اتصلنا بالشرطة يعني كمعاينة أولية، جاو الشرطة اتصلوا بالشرطة العلمية اللي قاموا بالواجب ديالهم على أحسن وجه وداو ديك الجثة يعني من الأبحاث الأولية كتبين على أنها جثة يعني ثلاثينية يعني ما بين 30 27 سنة، جثة لامرأة يعني غير نصف جثة ما الجثة التحتاني ما كانش. وهادشي صدمنا بزاف يعني تسمع بحال هاد المشاكل هادي واقعة، بنادم عنده وليدات يعني تخاف على ولادك يخرجوا دابا، عندي ثلاثة ديال الوليدات يعني تخاف عليهم يخرجوا تخرجهم وتدخلهم. وش نقول لك نتمنى ربي يرحمها ويغفر لها ويبان هاد المجرم ولا هاد المجرمين، يعني القضية كتبان ماشي مجرم هادو مجرمين اللي هزين يعني واحد ما غيهزهاش، يعني جوج الناس ولا ثلاثة اللي حطوها بهذيك الطريقة وتقلوها بالحجر يعني ما حشومة عليهم. وكنتمناو يعني الإجراءات تكون شوية الوتيرة سريعة باش يتمكنوا بالقبض على هاد المجرمين هادو ويكونوا عبرة وتهلاو لنا في هاد المدينة هادي اللي مدينة مزوينة، يعني ولينا كنتشوه هنا في المغرب بعد ما كانت مدينة ديال الحسين السلاوي والجم وزيد وزيد، ولينا كتسمع دابا غير الجرائم. ونتمناو من الله ومن السلطات يقوموا بالواجب على احسن من وجه. الدنيا راه كانت عامره الفندق راه كان عامره شي 64، ما عمر شي حاجه وقعت بحال هادشي هذا. من 64 والله العظيم من 64 وليدي جاو صغار انا تزوجوا جاو صغار، ما عمر شي واقعه وقعت بحال هادشي. المحل ديالي راه هو المحل ديالي، شتي المحل ديالي راه هو المحل ديالي والمحل ديال خالي. وراه بديت نقلب لداخل صحابي واحد القهوه ناقصه دخلت يقلبوا الداخل اللي على كل شي حاجه ولا صباح لهنا لقيت واحد الناس واقفين، قالوا واحد الجثه واحد السيده مراه مقطعه اطراف معمره في واحد الاكياس بلاستيكيه ومراه حاطينها تما. خرجوا الدراري غاد الخدمه الناس اللي ساكنين هنا لقاو على المول الشرطه ريحه، كانت ريحه هي اللي خلات باش تشموا الناس يعرفوا هذا الشيء راه ما يبلغوا المخدم. على اول خطره انا كنسكن 50 عام هنا، الصبح عند السيد خارج لقى الميكا مغطيه، مشى لعند السلطه بلغ ليها لا راه كاين، جات السلطه دارت الاجراءات ديالها، هي الريحه اللي خلات تشار هادشي. انا راه ساكن هنا مزيود هنا، انا خبر صدم الناس وصدم الدراري الصغار وصدم العالم كامل، بانسان يقطع واحد الانسان راه ما راه انت براسك غادي تجيك واحد الضو بعدو قاعد تجرأ لواحد توقع الختيل موي الخويا كذا كذا. خص الباب خص هنا شي هنا شوف شوف هنا خص الباب، المسؤولين راه هما خصهم يعرفوا هادشي هذا خصهم يديروا هاد الحساب هذا، راه ماشي مره ماشي تمشي لعندو تقول له ودي صور ناقص دير هنايا اي باب. حتى العصابات كيجيو الدراري الصغار الشفارة كيسرقوا هنايا كيديروا مدربين من هنايا عارفين فين غيخرجوا. ودابا كل الحل داخل الهيا شكون اللي غيجبدها؟ راه هو الربيع مازال شكون اللي غيجبدها من تما؟ غتبقى تما تتعفن عاد تبان. فهمتي؟ كان الباب مصاوب هنايا
المسائل مريقله ما غادي تدخلش البلاد كاع كي غادي يدخل البلاد ما عندوش بلا غيدخل هاد السلطه على هنايا راه السلطه على هنايا حنا راه غنضروا غنجيبوا كلب تاعنا وغنحطوه هنايا داروا غنجيبوا كلب وغنحطوه هنا نوكلوه ونشربوه ونصرفوه عليه ما كاينش المشكل خصير الناس المسؤولين ديال المقاطعه وديال المجلس البلدي يجيو يديروا واحد المعاينه هنايا حنا راه باينين السيكتور هذا راه باين السيكتور هذا داير زبل داير راجل داير غير تكريسه ما عندش الشفور اللي غيهبط ما يهبط لها هكا ما يهبط لها هكا غيمشي لهاد الجهه غيخرج داك السور ويمشي لها عاوتاني وسير انت تبعو للسور لها.